السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وقبل البداية أتمنى من كل المتابعين الكرام ألا يبخلوا علينا بالضغط على جيم أسفل الفيديو، لأن هذا يحفزنا كثيرا لتقديم الأفضل. ومن يشاهدنا لأول مرة فمرحبا بك في قناتك كوكب الفن، ولا تنسى الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو لتشترك في القناة وأيضا لتفعل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. والآن إلى عناوين هذه الحلقة. رجوى السهلي شاهدتنا على ظلم ومكائد نصبت لدنيا باطمة، وسأكشفها بالذلائل في الوقت المناسب. مؤثرة فاتي جمالي تذرف الدموع وتعترف بسر قديم. رشيد الوالي يحول دوزيم إلى قيصرية من الحموضة في رمضان. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا. أنت أجمل إنجازاتي. والآن إلى التفاصيل. أثارت الفنانة رجوى السهلي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريح يخص الفنانة دنيا باطمة، كانت قد أدلت به خلال حلولها ضيفة على برنامج فلاورز الذي يبث عبر قناة شادا تيفي. وكشفت رجوى بأن دنيا باطمة هي ضحية مكائد لا زالت تنصب لها في الخفاء، مبرزة أنها شهيدة على بعضها وستعلن عنها في الوقت المناسب، وأضافت بأنها كانت أيضا ضحية التنمر عبر السوشيال ميديا. وقالت السهلي ظلمت بزاف وتنمروا ليها بزاف، وكانوا بزاف ديال الطبخات في الكواليس كيتصاوبوا ليها، وباقي لحد الان وشي حوايج اللي غادي يوصل واحد الوقت غنقولهم وقدام الله غنتحاسب عليهم الا ما قلتهمش. حاضر عليهم، كنشوفهم بعيني، ظلمت فيهم وعندي دليل عليهم. وتابعت دنيا علاش ديما كتحارب؟ شوفي هضرنا على الفنانين، دابا نهضروا على السوشيال ميديا، لان هي كتجاوب الطرف الثاني، ما كانش كيجاوب اطراف، ماشي غير واحد ولا وحده، كانوا بزاف ما كانوش كيجاوبوا. كتبان هذيك البراءه وبنادم مظلوم وهي اللي كتبان راه قبيحه، لكن راه العكس، هي كتدافع على راسها وانا كنعيدها. ويشار ان السهلي كانت من بين المؤيدين لدنيا باطمه وشقيقتها ابتسام ابان محاكمتهما على خلفيه اتهامهما في ملف حمزه مومبيبي، وقد عبرت عن موقفها الداعم لهما من خلال مجموعه من المنشورات وستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وهو الامر الذي عرضها للهجوم من قبل البعض في الوقت الذي اثنى البعض الاخر على شجاعتها في التعبير عن موقفها. مؤثرة فاتي جمالي تذرف الدموع وتعترف بسر قديم. سرق سر الفنانة فاتي جمالي الذي تقاسمته مع أحد البرامج الإلكترونية الأنظار، كما جرى تداوله على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر الإنستغرام وسط تعاطف كبير من قبل المتابعين. وكانت جمالي قد فتحت قلبها للبرنامج وكشفت معاناتها جراء تقلب الوضع المادي لشريك حياتها، إذ بين ليلة وضحاها تحولت حياة الترف والثراء إلى حياة الفقر والحرمان. ولم تتمالك الفنانة المغربية نفسها وانغمرت دموعها عند الحديث عن أصعب موقف ظلت تحتفظ به في ذاكرتها، ويتعلق الأمر بعجزها عن توفير ثمن علبة حليب لرضيعها الذي لم يتجاوز عام واحد، لتضطر إلى البحث في جميع أرجاء البيت وملابسها وحقائبها من أجل جمع مبلغ 4 دراهم لكي تتوجه إلى البقال وتقتني علبة حليب مبصر في ظل عوزها وعجزها عن توفير ثمن علبة حليب للأطفال الرضع. قصة فاتي جمالي حظيت بتفاعل كبير من لدن نشطاء السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الإطار: غرغر عيوني، مسكينة بقت فيا، كل شيء كيدوز عليه أوقات صعيبة ما كتنساش وضروري منها، هذه هي الحياة اختبارات، الحمد لله على كل حال حتى واحد ما لقاها كيف بغاها، كل واحد وكيف جاته. تحية أختي على صراحتك، خصك تفتخري براسك لأنك صادقة وصبورة، والله ما عمرو كيتخلى على العباد ديالو. رشيد الوالي يحول دوزيم إلى قيصرية من الحموضة في رمضان. يقول الممثل حسن عليوي في سيت كوم قيصرية أوفلا:
هادي راها مزعوطة فيك. ليرد عليه حمزة الفيلالي أنا السيدة اللي مزعوط فيها مازال ما لقيت استعمال الزمن ديالها. كان هذا بعضا من الحوار الذي سار واعتكف على كتابته رشيد الوالي في قيصرية أوفلا الذي تعرضه القناة الثانية دوزيم كل يوم على شاشتها. ويستغرق سيتكوم قيصرية أوفلا أزيد من 28 دقيقة أي نصف ساعة تقريبا من الملل والعذاب النفسي وكمية كبيرة من الحموضة. فهل يشاهد مدير القناة سليم الشيخ والمنتج نبيل عيوش هذه الكارثة الفنية التي اقترفها رشيد الوالي ورماها على مشاهدي القناة الثانية دوزيم؟ الغريب أن الوالي جاء لسيتكوم من أجل الإخراج أولاً حسب تصريحاته، إلا أننا اكتشفنا ونحن نشاهد أولى حلقات سيتكومه أن لهطة الوالي وعدم القدرة على مقاومة شهوة الشهرة جعلته رجلنا متعدد التخصصات، فهو المخرج والممثل بطل العمل وعضو خلية الكتابة وكاتب كلمات أغنية الجينيريك ومكلف بإدارة الكتابة، فضلا عن تنصيب أخوه هشام الوالي كملقن للأدوار ومكلف بالكاستينج وممثل حيث لعب دور منتج، فيما لعب أيضا سليم الوالي دور صحفي. وقد اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيتكوم قيصرية أوفلا الأضعف في تاريخ القناة الثانية، إذ فشل رشيد الوالي بكل المقاييس في إضحاك المغاربة، وكان متطفلا على الكوميديا ومكررا طريقته التشخيصية المستهلكة التي يملك أداءها، فكان الإرهاق واضحا في أدائه التمثيلي، وكانت النتيجة المعروفة إخفاق ملحوظ في تجربة هذا السيتكوم الذي فت عليه القناة مبالغ مهمة من جيوب دافعي الضرائب. من جهة أخرى، وصف الجمهور المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيتكوم المذكور بثقل ظل أبطالها، خاصة أن العديد من الآفيهات كانت جد ضعيفة تنم على ضعف السيناريو مع غياب النص الجيد وكوميديا الموقف. وقد شارك في هذا العمل حمزة الفيلالي وهيثم مفتاح وحسن العليوي ونسرين الراضي التي سبق أن قالت في تصريح لها أنها ليست ممثلة سيتكوم ولن تشتغل أبدا فيها، لكن يبدو أن بطالتها الفنية الأخيرة جعلتها تتراجع عن موقفها. للإشارة، فقد أثار سيتكوم قيصرية أوفلا جدلا واسعا وسط صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد المشاهد التي وصفها البعض من المشاهدين بالمسيئة للذين إثر ظهور أحدهم في الحلقة الخامسة وهو يستهزئ بالصلاة في مشهد أثار غضب البعض. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا، أنت أجمل إنجازاتي. احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها إيلا برفقة زوجها فادي الهاشم وبناتها وسط أجواء عائلية. وشاركت نانسي عجرم جمهورها ومحبيها مجموعة من صور الاحتفال وعلقت كاتبة: عيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي، وعد علي ظل حدك لآخر العمر، دعم خياله، وسنة سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الذيني، عيد ميلاد سعيد إلا. وأظهرت الصورة عيد الميلاد أجواء مبهجة حيث البلالين وتورتة عيد الميلاد المرفق بها اسم إلا وسنها 10 سنوات والتي لاقت إعجابا كبيرا من متابعي النجمة. وكانت آخر أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها التي تحمل اسم أمي والتي طرحتها احتفالا بعيد الأم في مارس الماضي والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربي، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها في الكليب والأغنية من كلمات إيميل فهد والحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق. وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجاري أغنية ما تحكم أحدا من كلمات منير بوعسافة وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق، وهي أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.